تعالى بقى نروح، لان دايما انا بحب اركز مع التصريحات المختلفه للمديرين الفنيين. وهنا لو هنروح لكيراش، هو بيتعامل وقلنا الكلام ده قبل كده بواقعيه شديده قبل اي مباراه، ولما هنا هنتكلم عن كمان الجزائر كان واضح جدا من التصريحات امبارح. يعني خليني اقول لحضراتكم ان هو قال كده تحديدا، قال مصر والجزائر تاهل لدور الثمانيه، ولكن احنا بندافع عن السمعه وبنريد التعبير عن انفسنا وقدرات اللاعبين، وكل الظروف مهيئه لاستعراض كروي. خلي بالك من حاجه، الجمله اللي هو قالها دي كل الظروف مهيئه، دي حاجه يعني هناخدها عليه بعد كده. يعني ده تصريح اكيد في غايه الاهميه، وان هو بيتكلم معنا الكلام برضو يا كريم. لو انت فهمت المضمون بتاعه يقول لك ان احنا جاهزين 100%، صح كده؟ انا فهمت كده. ملعب بنتكلم كمان رائع مع فريقين اكيد مميزين، طاقم تحكيمي عندنا على اعلى مستوى. هو كمان تحدث ان هو اتعامل دائما بمبدا ان المباراه اللي جايه بالنسبه له هي اكثر اهميه، يعني كل مباراه بتتلعب هو بيعتبرها ان هي الاكثر اهميه، وكل المباريات كمان بالنسبه لي يعني تعتبر نهائي. أضاف كمان قال بنتعامل باحترافية مع كل المباريات، ولابد أن نؤدي بهذه العقلية. وبرضو اتكلم عن أفشة وقال لدينا مشكلة صغيرة بشأن أفشة، ولا يمكن المخاطرة به في مباراة بهذه القوة طالما أنه ليس جاهزا بنسبة 100%، لأن هناك لاعبين آخرين أكثر جاهزية.